تعرف ان العنب والفراولة اكتر نوعين بيتم تصديرهم من الفواكه بره مصر؟ دي جلسة اقتصاد مع منى الجلاد برعاية باينيرز لتداول الاوراق المالية. تعالوا اقول لكم اكتر السلع اللي بيتم تصديرها من مصر لبره مصر مؤخرا. طبعا المواد البتروكيماوية والاسمدة والمنتجات البترولية والوقود والخيوط والالياف ومنتجات الغزل والنسيج. اما بالنسبة للخضروات اللي بيتم تصديرها بره مصر على قائمتها هي البطاطس والبصل والفاصوليا، ودول بالترتيب اكتر 3 خضروات بيتم تصديرهم من ضمن 54 صنف يتم تصديره بحوالي 55 ألف طن في السنة. بالنسبة للفواكه فكان العنب والفراولة أكتر فاكهتين بيتم تصديرهم من ضمن 45 صنف فاكهة بيتم تصديره سنويا بحوالي 95 ألف طن. أما بالنسبة لأكتر الدول المستقبلة للصادرات المصرية هولندا، بعد كده السعودية، وبعد كده إيطاليا والسودان. أكتر ميناء بيتم منه تصدير المنتجات دي ميناء دمياط، بعد كده ميناء الإسكندرية، بعد كده ميناء سفاجة. لو أنت ما تعرفش كل التصدير اللي بيحصل من مصر لبره مصر ده بيأثر على الشركات المنتجة المصرية، وطبعا بيأثر على قيمة أسهمها في البورصة المصرية. فلو أنت مهتم بمجال البورصة يبقى مهم جدا تكون عارف إيه هي المنتجات اللي بيتم تصديرها وعلاقتها بسعر الدولار. ولو عندك أي سؤال عن البورصة المصرية وسوق المال ما تترددش تكتبه في كومنت وهنرد عليك في الفيديو اللي جاي. كنت معاكم منى الجلاد، ودي جلسة اقتصاد برعاية باينيرز لتداول الأوراق المالية.